مشاهدينا الأحباء، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة وخطوات على الطريق. وصلنا لمرحلة كويسة، يعني قطعنا فيها كام خطوة كده على الطريق بحضراتكم. احنا الحقيقة مركزين الحلقات الأخرانية دي على الإنسان، إن هو مفروض بعد ما عرف نفسه وبيحاول يغير نفسه، مفروض إن هو بيبتدي يفهم الآخر ويعرف الآخر. الحقيقة اكتشفنا في الحلقة اللي فاتت مع بعض إن العلم كله عمال بيقوله دلوقتي، إن إزاي الواحد ممكن مفروض يفهم إيه في الطرف التاني ساعة لما يدخل في سر الزواج. اكتشفنا ان الكنيسه من زمان قوي كأم حكيمه وضعت الاحتياجات بتاعت كل طرف في الوصيه اللي هي بتقولها للطرف الاخر. من خلال الوصيه اللي كان الكنيسه بتوصي بيها الزوج كان موضوع حلقتنا المره اللي فاتت، وهنبتدي بيه باذن ربنا برضو المره دي. بس قبل ما نبتدي في بدايه الحلقه، احب ارحب بنيافه الحور الجليل، نيافه الانبا يوسف، اسقف جنوبي الولايات المتحده. اهلا بنيافتك معانا يا سيدنا. اهلا بيك. سيدنا، ما زلنا عمالين بنحاول نفهم الاخر، وزي يعني يمكن ما كنت بقول ان فعلا الكنيسه حطت الاحتياجات بتاعه الاخر دي في الوصيه اللي هي بتقولها لكل طرف. يعني يمكن فعلا كل العلم النفس عمال بيحاول يوصلوا للناس دلوقتي ويقولوا كل طرف محتاج ايه، محطوط ببراعة. فعلا الكنيسة حطاه في نقط كده في منتهى الجمال في الوصية. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على الابن المبارك او وصية الزوج اللي قلنا هنبتدي بيها، وعرفنا يعني ايه مؤيد بنعمة الروح القدس، وازاي ان زي ما بدون الروح القدس الانسان مش هيقدر ينفذ اي وصية من اللي الكنيسة هتوصيه بيها، هو محتاج في نفس الوقت ان هو يكون له شركة مع الروح القدس علشان ان هو يقدر ينفذ الوصايا دهيت. اتكلمنا عن يعني ايه تسلم زوجته بنية خالصة ونفس طاهرة وقلب سليم، ويمكن الجزء اللي بعدها على طول في الوصية بيقول وتجتهد فيما يعود لصالحها. يعني انا برضو محتاجة ان نفهم من يافتك ايه يجتهد فيما يعود لصالحها، وخصوصا ان احنا متفقين المصالح مفروض بتكون مصالح مشتركة بين الاتنين. ايه هو صالح الزوجة اللي زوجها يجتهد فيها؟ هو بالإضافة للمصالح المشتركة للأسرة كلها، لكن زي ما الكتاب بيقول لنا في كرونس الأولى صح 13 إن المحبة لا تطلب ما لنفسها. فهنا الزوج جزء من تعبيره لمحبته لزوجته إن يضع صالحها واحتياجاتها قبل صالحه هو أو ما يراه صالحا له. يعني مثلا احيانا في بعض حاجات هيروحوا يسافروا يتفسحوا، يعني لو هي مثلا عايزه تروح مكان معين وهو عايز يروح مكان تاني، جزء من المحبه ان هو يحط يعني رغبته قبل رغبته، فده جزء من المحبه. يعني ممكن تكون حاجات صغيره زي كده، ممكن تكون حاجات اكبر من كده، يعني انه مثلا يهتم مثلا، وكتير حي من الأزواج بشوف الحكاية دي، يهتم مثلا ان تكون عربيتها مثلا احسن من العربية بتاعته علشان السيفتي، ولو هي ساءت في الطريق وحصل مشكلة يعني تبقى هي مور سيف، هو راجل يعرف يتصرف اكتر الى اخره. يعني كل اللمسات الصغيرة دي بتبين قد ايه ان هو بيجتهد لصالحها وبيشوف مصلحتها وبيشوف احتياجاتها وبيضعها أولوية قبل هو نفس شخصية. وده السيد المسيح عمله. يعني السيد المسيح كعريس للكنيسة خد عفتنا، خد خطايانا، صار خطية وصار لعنة لأجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه. فحط خلاصنا ومصلحتنا الأبدية قبل اي شيء تاني، حتى لو كان الثمن لده ان هو يموت على الصليب وان هو يتجسد ويحتمل كل الاهانات والالمات. ده بالظبط لو هناخد مثال السيد المسيح كعريس، المسيح خاف على مصلحتنا الابديه وفدانا بالرغم ان احنا غلطنا، وما قالش خلاص انتوا غلطتوا تحملوا نتيجه غلطكم. يعني هنا برضو لو الزوجة اخطات برضو الزوج يجتهد في معرض صالحها، إذن هو ما قلش أنا مليش علاقة أنت اللي غلطتي، إنما زي ما المسيح عمل معانا إن هو يدخل ويحاول يصلح الخطأ ده، حتى لو هو قدم بعض تضحيات كبيرة زي ما السيد المسيح
بذل نفسه على الصليب من أجل الكنيسة. هي حتى كلمة يجتهد دي يعني الموضوع فيه إصرار وفيه محاولة يعني فيه جدية. مش يعني مجرد إن أنا حاولت وخلاص. بالضبط يعني. ويمكن يفتك شرحت لنا قبل كده في حلقة من الحلقات ربنا يسوع المسيح له المجد كنموذج يعني نقدم إيه للكنيسة كمثال يعني. الحتة اللي كله بيضحك فيها معرفش ليه ساعات لما بتتقال في الوصية تكون حنونا عليها وتسرى إلى ما يسر قلبها يعني مش عارفة بتبقى مجال كده يعني كأن حاجة كوميدية بس أنا خليني سيدنا أخد نقطة تكون حنونا عليها دي وتسرى إلى ما يسر قلبها. أنا في نقطة بتبقى مهمة قوي يعني دايما في رجالة حافظين آية كده اللي هي لا نحب بالكلام ولا باللسان يعني عندهم ده شعار يعني فممكن يستخدموا الآية دي يقول أوكي ما أنا بتعب وبشتغل وبعمل كل اللي عندي عشان أسعد زوجتي أو أسعد بيتي وأسرتي يعني لكن أحيانا ولا نحب بالكلام ولا باللسان احيانا البعض ما يعني ما عندوش الادراك ان بالكلام وباللسان برضو ممكن دي تفرق جدا مع الزوجين نفتك قلنا دي ممكن تاثر ازاي هو طبعا لما قديس يوحنا قال لا نحب بالكلام واللسان ما يقصدش ان الواحد ما يستخدمش الكلام واللسان خالص انما يقصد ايه يقصد المحبه ما تبقاش مجرد شعارات ومفيش تطبيق عملي بالزبط. يعني يقصد بها المحبة لا تكون بالكلام واللسان فقط لكن بالعمل والحق مع وجود الكلام واللسان. السيد المسيح كان أحيانا كتير يعبر على محبته دي يعني يقول إيه كان يعبر عنها بالكلام وأيضا حتى بالنظرات. الشاب الغني لما راح لسيد المسيح في إنجيل معلمنا ماري لوقا فسيد المسيح بيقول له احفظ الوصايا فيقول إن الشاب الغني قال له هذه كلها حفظتها منذ حدثتي فيعلق قديس لوقا بيقول إيه فنظر إليه يسوع وأحبه يعني إيه نظرة هو مالوش كلمة بس الناس كلها شافت في نظرة السيد المسيح للشاب ده وقتها لما قال له ان انا حفظتها كلها منذ حدثتي شاف الحب موجود فهو ده التعبير عن الحب حتى في النظرة مش في الكلام. الكلام كان السيد المسيح يشجع يعني مثلا لما بطرس قال له انت هو المسيح ابن الله قال له طباك يا سمعان ابن يونا لحما ودما لم يعلن لك هذا فالسيد المسيح كان باستمرار لغة التشجيع ولغة الحب والحنان قدموا لأولاد حبوا التلاميذ ان هم يعني يبعدوهم يقول قال لهم لا فأخذهم واحتضنهم يعني خدهم في حضنه دفاعه عن المرأة في بيت سمعان الفريسي وقالوا لأنها حبت كثيرا وابتدى يتكلم بمنتهى المحبة والحنان كلامه مع المرأة السامرية وتشجيعها ولها هذا أجبت بالصدق ويبين لها القبول وعدم الرفض كان نقطة برضو مهمة. السيد المسيح كان دايما في معاملاته مع الآخرين كلمة تحنن عليها دي كلمة اتكررت كتير في أرملة اللي هي في مدينة نايين اللي فقدت ابنها يقول لما شافها السيد المسيح فتحنن عليها يعني ايه تحنن عليها اكيد الناس كلها شافوا في مشاعره وفي عيونه وفي نظرات السيد المسيح وتعبيرات وجهه الحنان ده كان السيد المسيح رقيق المشاعر لما شاف مريم ومارثا بيبكوا يقول فاضطرب بالروح وابتدى هو يبكي السيد المسيح. مهم جدا جدا عند المرأة انها تسمع كلمات الحب كلمات الحنان عشان كده الكنيسة قالت وان تكون حنونا عليها. للأسف زي ما بتقولي كتير من الرجالة يقولوا ايه ما انا بصرف على البيت ما انا بشتغل وانا يعني طول النهار بشتغل لمين ما هو للبيت ما مخليهم مش عايزين حاجة جايب لهم احسن بيت جايب لهم احسن اكل جايب لهم احسن لبس احسن عربيات هم عايزين ايه تاني اكتر من كده لا عايزين كلمات الحب وكلمات الحنان وده احتياج مهم جدا جدا عند المرأة. وعايز اقول حاجة يعني عايز اقولها بحذر يعني ان احنا موجودين في مجتمع صعب وللأسف
كتير من الزوجات بيتعرضوا مثلا في الشغل وفي الوسط الخارجي وكده لمن يعرض عليهم كلمات المحبة والحنان إلى آخره، وأحيانا بتبقى ده بيحط ضغط روحي على الزوجة لو هي مش واجدة ده موجود في البيت وهي موجودة في الخارج، وهناك من يتطوع لإعطاء كلمات المجاملة والمديح والإطراء والثناء إلى آخره. فهنا برضو الرجل بيعرض زوجته لحرب روحية، يعني لأن الكتاب بيقول النفس الشبعانة تدوس العسل. فلما يكون الإنسان يعني هو نفذ الوصية أن يكون حنونا عليها فعلا دي وهي تكون شبعانة، فكل الكلمات اللي ممكن تيجي من الخارج دي ولا يعني تعطيها اي اهتمام، وما يكونش ده سبب يعني ضغط روحي عليها، ولا نقطة يستغلها عدو الخير، يعني يستغلها عدو الخير لإثارة حرب على أحيانا في بعض الناس عندها بخل في الكلام يا سيدنا، يعني هو البخل مش بس في الماديات أو الفلوس، أحيانا في إنسان يكون بخيل في كلامه، يعني مش بيعرف يطلع كلمة كويسة يعني. ده صح. وأحيانا بعض الرجالة بيعتبروا إن دي علامة ضعف، لو هو قال كلمات محبة بدي علامة ضعف، او يخافوا لا هي تو تيك ادفانتج او تستغل الكلام ده يعني. فطبعا ده مش سليم يعني. يمكن عند الرجل الشرقي بالتحديد في مشكلة أخطر كمان سيدنا، يعني في ناس، يعني احنا للأسف هي المشكلة دي ممكن تكون الإنسان طلع لقى نفسه هو ما ترباش اصلا في بيت سمع فيه كلمات حب بين الاب وبين الام، او هو نفسه ما تقلوش كلمات حب، فهو نفسه ما تعودش يقول كلمات حب برضو. هل دي نقطة ممكن الانسان يغيرها في نفسه؟ يعني هو ما ترباش على كده، ما سمعش كده سواء بين بابا ومامته ولا هو نفسه اتقاله الكلمات دي، هل دي ممكن هو يعرف يعالجها فيما بعد في نفسه؟ طبعا يعني زي ما قلت مرة قبل كده، لو الإنسان أدرك إن دي نقطة ضعف عنده خلاص يبتدي يحاول إن هو يعالجها ويتداركها ويتدرب عليها. لكن الحقيقة كلمات الحب والتشجيع دي ليها تأثير السحر في العلاقة ما بين الزوج وزوجته، وهو لما يكون حاجة مضايقاه بيقولها على طول. طب مش معنى لما يكون حاجة كويسة ما يقولهاش يعني فبرضو لو هو ما تعودش عليها، وخصوصا زي ما بتقولي لو في البيت ما شافش والده بيقول لوالدته كده او هو ما حدش قال له كلام زي كده، لكن ممكن يتدرب. وهم اغلبهم بيعرفوا يقولوا وقت الخطوبة، ولما بيكونوا ما اعرفش ايه اللي بيحصل بعد الجواز يعني هما في الاول بيقولوا كلام كتير، وبعدين الكلام ده يبتدي يقل 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 لغاية لما يختفي تماما بعد الزواج. يعني المقدرة موجودة بدليل ان اتقال قبل كده، طب ايه اللي بيخليه يختفي بعد كده؟ كان سيدنا الأنبا موسى له تعليق دايما يعني يقوله في أول سنة في الخطوبة دي، عادة الخطيب بيتكلم والخطيبة بتسمع، أول سنة هي بتتكلم وهو بيسمع، بعد كده هما الاتنين بيتكلموا والجيران الجيران بيسمعوا يسمعوا. يعني مش عارفة بيروح فين بعد كده. لمسات الحنية يعني تكون حنونا عليها دي سيدنا برضو تأثيرها ايه؟ وهل هي يعني كون الكنيسة، أنا عارفة إن يفتك يمكن علقت على الكلمة دي قبل كده، بس كون الكنيسة بتوصي الوصية دي للزوج، إلا إن الزوج برضه هو ممكن يكون هو كمان محتاج أحيانا الحنان برضه، يعني مش معنى إن هو راجل وقوي أو يعني مفروض إن هو مشاعره أقوى من المرأة يبقى مش محتاج الاحتياجات دي برضه، يعني هو كمان برضه ممكن يكون محتاجها. طبعا هو ممكن يكون محتاج إن يسمع كلمات حب وكلمات تقدير وكلمات حنان من زوجته. لكن الحقيقة يعني يعني في التعامل مع الأزواج والعائلات الواحد بيجد إن الزوجة لما بتكون يعني سعيدة فبتلقائية، ما عندهاش مشكلة الزوجة في التعبير أو استخدام كلمات محبة يعني، لكن هي بتبقى مشكلة أكتر عند الراجل. لكن فعلا الزوجة لما بتحس إن هي محبوبة وزوجها بيقدرها وكده عادة بتخرج الكلام ده تلقائي بتلقائية منها يعني. عشان كده يمكن ربما ما فيش
emphasis بالنسبة للزوجة على النقطة دي، لكن لأن دي نقطة يعني عشان طبيعية فيها يعني. لكن لأن الزوجة بطبعها عاطفي يعني، إنما لأن دي نقطة مش عايز أقول ضعف يعني، نقطة محتاجة إن الراجل يخلي باله منها أكتر، إن هو يبين الحنان. والحنان مش بس بالكلام، بالكلام وبعض اللمسات، بالاكسبريشن زي ما اديت كذا مثل في سيد المسيح، الفيشل اكسبريشن. فكل الحاجات دي مهمة وبتشبع جانب مهم جدا 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 في نفسية الزوجة. إن كان سيدنا المشاعر دي حلو إن هي تتوضح يعني من الزوج للزوجة، إلا إن ممكن بعض الزوجات ما يكونش هي دي الأولوية الأولى عندهم، إن هو يسمعوا كلام حنان أو يكتفوا بيه. ممكن يعني ممكن بعض الزوجات تبقى محتاجة حاجات مادية، يعني احتياجات مادية، أو عايزة اللي بيرضيها أو يسر قلبها إن الراجل يعمله لها، إن هو يجيب لها هدايا مثلا. هل ده اختلاف في اللغة أو اختلاف في المفهوم، ولا ده ممكن يبقى طمع، ولا ده يعني الزوجة لما تكتفيش بكده وتبقى عايزة كده ده مقبول يعني، إذا كان ده اللي بيسر قلبها يعني؟ أنا عايز أرجع تاني لحكاية يسر قلبها، بس يعني عشان أجاوب السؤال ده، كل واحدة ممكن يكون لغة الحب بالنسبة لها تختلف. يعني واحدة بالنسبة لها الكلام مهم، واحدة بالنسبة لها التاتشز مهمة، واحدة بالنسبة لها الهدايا مهمة. بس بالنسبة للهدايا هنا في خط رفيع ما بين ان ده تعبير عن الحب ولا ده مادية وطمع. بمعنى مثلا لو واحدة بتطالب زوجها بحاجات اكبر من امكانياته وبتحط كده بردن مادي عليه، فطبعا ده مش سليم ابدا. وما نقدرش نسمي دي لغه حب، لان هي كده بتحط عليه بريشر مادي، وده ممكن يكون دريفن باي محبه المال اللي الكتاب قال عنها اصل لكل الشرور. لكن ممكن تكون الزوجة بتفرح بالهدية، او ده فعلا اللي بيمس قلبها، بس الهدية دي ممكن تكون حاجة as simple as مجرد كارت او شوية ورد، او وممكن يكون يعني هنا طبعا لما يكون في مقدرة الزوج بيقدم برضو يعني هدايا قيمة تفرح قلب زوجته، مش بتفرح في قيمتها المادية لكن في معناها والابريشيشن. يعني هو لما يكون بيابريشيتر مش 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 هيستخسر فيها حاجه. زي مثلا بولس الرسول يقول ايه، يقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا كيف لا يهبنا معه كل شيء ايضا. يعني رب الله الاب ما استخسرش فينا حتى ابن الوحيد واسلمه لاجلنا. وبطرس الرسول يقف قصاد دي ويقول انتم افتديتم لا بذهب ولا بفضه ولا بحجر كريم بل بدم كريم، دم حمل بالعيب دم المسيح. فهنا الزوج ممكن يختار يعني حسب امكانياته يجيب حاجه غاليه جدا جدا جدا، مش عشان القيمه الماديه، لكن لانه فعلا تعبير على ان لو انا اقدر اجيب لزوجتي دي الدنيا كلها اجيبها لها، زي ما الله الاب لم يشفق على ابنه بل اسلمه لاجلنا، علامه الحب. مفيش حب هكذا نعلم ان الله احبنا انه بذل ابنه الوحيد من اجل حياه العالم. هو نفسك برضو يعني نبهتني لحاجه مهمه قوي سيدنا، يعني هو ممكن بعض الازواج القادرين، انا يعني خلاص اللي مش قادر يبقى مفروض الزوجه هي اللي عليها الدور ان هي تقدر عدم المقدره دي، او يعني ما تبالغش في اللي هي طالباه. لكن خلينا برضو ناخدها بالعكس، لو هو زوج قادر، في ازواج يقول ما بيقولوا كفايه ورده حتى تعبر عن الموضوع، دي برضو ممكن تبقى نقطه متعبه، لان هي الزوجه عارفه ان هو يقدر يقدم حاجه أقيم من كده، فده برضو ممكن يكون بخل أحيانا. طبعا يعني هو ممكن يكون بخل أو ممكن تكون مادية يعني المادية دي هي تقدرها، لكن لو هو قادر فهما برضو الزوج مش مفروض يكون بخيل والزوجة مش مفروض تكون مادية. تمام. يعني ده مهم جدا، والعكس برضو يعني ممكن تكون الزوجة هي بخيلة والزوج هو اللي مادي. وأنا أكشف من الحاجات اللي دايما بقول إنها ممكن تكون ريد فلاج بالنسبة للمارج، يعني البخل.
لان البخل ده ممكن يعمل مشاكل كبيره جدا. يعني الواحد اكتشف ان احيانا مشاكل كتيره بين الزوجين بسبب الامور الماديه، والامور الماديه الواحد لما يجي يبص كده داون ديب هيلاقيها حاجه من حاجتين، يا اما ماديه يا اما بخل، يا اما طرف مادي جدا جدا جدا، يا اما طرف بخيل جدا جدا جدا. عشان كده لما اتنين راحوا متخانقين للسيد المسيح وقال له قل لاخ ان يقسمني الميراث، فالسيد المسيح قال لهم من اقامني قاضيا او مقسما؟ وبعدين عايز يقول لهم انتوا بتتخانقوا ليه على الفلوس؟ فقال لهم انظروا وتحرزوا لانفسكم من الطمع. فهنا عايز يقول ان اتخانقتوا على الميراث واتخانقتوا على الفلوس لان في طمع، مشكلة في مادية، في مشكلة روحية في الموضوع. إجزاء. فلو اتعالجت المشكلة الروحية دي مش تتخانقوا، هتعرفوا تقسموا الميراث كويس بينكم وبين بعض. فهنا السيد المسيح كان بيعالجها من جدرها. اغلب المشاكل المادية ما بين الزوجين او في الاسرة بيكون سببها يا بخل يا طمع ومادية من الاثنين. علشان كده في موضوع برضو الهدايا المفروض النقطتين دولت ما يكونوش موجودين، لا يكون هو بخيل ولا تكون هي مادية وعندها طمع وحب للمادة إلى آخره. يعني نفسك كنت بتقول هتعلق لنا حاجة على ما يسر قلبها غير موضوع الهدايا. ربنا عايز ولاده يكونوا فرحانين، ودي من ضمن الثلاث وصايا الكتاب المقدس بيطلب مننا نحن ننفذها كل حين، اللي هي الصلاة والشكر والفرح. افرحوا في الرب كل حين. احيانا يعني يسرع الى ما يسر قلبها، ده معناه احيانا بيوت كده تبقى مليانة كده بالنكد والخناق والتنشن، الانتقادات اللاذعة على طول كده، يبقى في جو كده في البيت كئيب. كئيب، مفيش البهجة مفيش الفرحة. انما ازاي هنا الزوج وصية انه بيخلق جو من الفرح في البيت، وجو من السرور في البيت، وجو من السعادة في البيت. ممكن واحد يقولك طب انا ما بقولهاش حاجة تزعلها، بس انت برضو ما بتعملش حاجة تفرح. فهنا ازاي يعني بقى في ازواج من لحظة ما يخش البيت كده دايما كلمة لطيفة بيمدحها على حاجة هي عملتها، يقول لها مثلا تعليق لطيف الى اخره، فبيخلق جو من الفرح. يعني هنا مثلا قداسة البابا ربنا يديله طولة العمر والصحة، باستمرار راح لما يقعد مع سيدنا البابا يلاقي ايه، يا تعليق لطيف، يا كلمة حلوة، كلمة فيها ضحكة وابتسامة، حتى لو نكتة. فالواحد دايما بيبقى قاعد مع سيدنا بيبقى فرحان. يعني ممكن الواحد يقضي ساعات وعمره ما يحس بالوقت، ودايما يعني انا كل ما بقعد مع سيدنا وبمشي بقول يا ترى سيدنا عارف تأثير السعادة اللي هو بيحطها في قلبنا لما احنا بنقابله فعلا، لان سيدنا شخصية مفرحة وشخصية مبهجة، الواحد لما يقعد معاه فعلا يبقى مليان بالفرح والبهجة والسرور. فده دور الزوج ان هنا يسرع لما يسر قلبها، ان يشوف ايه اللي بيفرحها ويعمله لها دايما في ذهنه، اللي يفرح زوجته ويعمله لها، يخلي جو البيت كده جو سلام وسعادة وفرح وسرور وبهجة. متهيألي في وسط الأحداث المؤلمة اللي كانت أو يعني وما زالت بتحصل في مصر الفترات دي، لولا الضحك والسلام والقفشات كده اللي سيدنا بيقولها في اجتماع الأربعة كل مرة، بالتالي كانت الناس هتبقى اكثر اضطرابا واكثر خوفا. يعني ده مظبوط. يعني انا بلاحظ ان كل ما يكون في امور مثلا البلد او الكنيسه بتمر بيها، بلاحظ ان سيدنا في اجتماع الاربع بيؤكد على روح المرح علشان يطمن الناس ويقول لهم، لان الناس لما يلاقوا سيدنا ابونا وقائدنا وراعينا وبابانا مطمن وعنده سلام بتطمن، كلنا بنطمن وكلنا بنلاقي فيه سلام في قلبنا. فانا بشعر ان سيدنا يعني بيؤدي هذه الرساله بنجاح باهر، وفعلا بعمل قوي جدا جدا للروح القدس.
نفس اللي عمله السيد المسيح قبل الصليب. يعني قبل الصليب قال لهم سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم اعطيكم. وطمن التلاميذ جدا جدا علشان لما يشوف وقت الصليب ما يهتزوش وما يرتعوش. يعني يعني حتى ايام ما كان سيدنا في الدير في اوائل الثمانينات، وكنا مثلا نزور سيدنا في الدير، يعني وقتها كنا شباب وكده، كان سيدنا برضو لما يقابلنا نخرج كده مطمنين وحاسين ان هو سيدنا فرحان، واحنا كنا نبقى قلقانين واحنا رايحين وبنخرج معانا رساله سلام وتعزيه. ده دور الزوج في البيت، يخلي البيت كله، الزوجه والاولاد كلهم هنا عندهم جو من البهجه والسلام والفرح. عشان قبل ما نختم حلقتنا سيدنا، يعني يمكن احنا اتكلمنا على الحنان او ما يسر قلب الزوجة، واتكلمنا يمكن تعرضنا للكلمات الحلوة سواء باللسان، يعني حتى دي مطلوبة، او حتى ولا ان كانت بالهدايا كل واحد على قد مستواه. لكن في حاجة كمان يمكن نيافتك قلت لنا، ان مع الضغوط بتاعت الدنيا دلوقتي ومع نزول المرأة للشغل والتعب والسترس الجامد اللي عليها، تحملها المسؤوليات كتيرة جدا مع الزوج، احيانا برضو ما يسر قلبها ان هي تلاقي زوجها ممكن ايديه بايديها حتى في البيت، يعني مش الزوج خلاص جاي وقعد يعني خلاص، لان هي برضو بتشتغل زيه وبتتعب زيه، فايه المانع برضو ان هو يشاركها؟ لا طبعا، لا مفيش مانع. وكتير انا فاكر مره من ال سوري يا سيدنا، لان احنا صحيح البرنامج في امريكا، بس احنا بنكلم برضو المصريين اللي في امريكا، فاصلهم برضو الاصل الشرقي اللي بيرفض الفكره دي ما زال معظمه. بس الحقيقه برضو حصل تغير كبير. يعني انا من الخناقات اللذيذه وانا بقول خناقه لذيذه، يعني ان كنت بزور اسره وابتدوا بقى، يعني هي بتشتكي ان جوزها بيصر ان هو يساعدها مثلا في اعمال البيت وكده، لا هي حاسه يعني ان دي مسؤوليتها وهي تقدر تقوم بيها بامانه، فليه هو بيعمل كده وهو بيقول لا انا شايفها تعبانه وبتشتغل زيي وكده، فما اقدرش اشوفها واقفه تعبانه وانا ما اقفش ساعتها. يعني دي خناقه محبه. فاكشلي انا انبسطت يعني من المشاعر اللي هي موجوده بينهم، لكن طبعا بكل تاكيد ان هو يقف ويساعد وما يسيبش الحمل كله عليها. دي هتشعر هي بتقديره ليها ومحبته ليها. يعني هي ان كان بطريقه او باخر، فعلى كل متهيألي رجل ان هو يكتشف ايه اللي هيسر قلب زوجته يعني ويطبقه، يعني ما يبخلش بيه يعني. لا لا لا. اشكرك جدا يا سيدنا، نكمل مع نيافتك الحلقه اللي جايه. اشكر نيافتك جدا، حبقنا انتظرونا باذن ربنا برضو الحلقه اللي جايه نكمل موضوعنا. نشكركم ونشوفكم كل خير.